لا يرتبط الغذاء فقط بصحتنا الجسدية، فتأثير ما نأكله يمتد إلى صحتنا العقلية والذهنية بحسب دراسات حديثة. ولكن قد تحمل نتائج هذه الدراسات أخباراً غير سارة لكثيرين في المنطقة العربية، حيث يتعدى الطعام قيمته الغذائية ليرتبط بالعادات وتقاليد الضيافة والمشاعر، وربما أكثر من حاجتنا الغذائية. أي في أكلات تذكرني بالذكريات، لمات العيلة وقت كنا بسوريا، بيت خالاتي، أهلي، يعني كتير كتير في بنبسط فيها، هيك أكلات تاخدني كتير لورا، كتير بنبسط فيها. وفي أكلات ولادي كتير بيحبوها كمان، بتذكرهم بماما، يعني بكتير قصص. عرفتي الأكل مرتبط أصلاً بالذكريات. أنا بحس بصراحة في شغلات تحسسني بالسعادة، صح؟ بس في أكلات لازم تعمليها على أصولها، مثل الفريكة مثلاً، مثل المحشي، دسم فيه كتير بس كتير طيب. قد تحبون أطعمة دون غيرها وتشتهونها، لكن عليكم التزام الحذر، فصحتكم النفسية ومستويات الاكتئاب تتأثر بمقدار تناول هذه الأطعمة. ما نتناوله من طعام يلعب دوراً كبيراً في صحتنا النفسية وصحة دماغنا، ولذلك تسمى الأمعاء بالدماغ الثاني. فمثلاً الأشخاص الذين يعتمدون نظاماً غذائياً قليل الكربوهيدرات المعقدة المفيدة كتلك التي توجد في الحبوب الكاملة، تنخفض لديهم نسبة السيروتونين ويتعرضون للاكتئاب أكثر. وفي المقابل هناك أطعمة تسمى بأطعمة المزاج الجيد كالشيكولاتة والقهوة، ولكن تأثيرها قصير المدى وقد تؤدي كثرتها إلى القلق والتوتر. لذا فالأفضل هو تناول أطعمة طبيعية غير مصنعة قدر الإمكان، مثل الخضروات والفواكه، فهي التي تحمي دماغنا. الميكروبات في الأمعاء تنتج نواقل عصبية مسؤولة عن تنظيم مزاجنا وعواطفنا، مثل السيروتونين والدوبامين، والاختلال في هذه النواقل العصبية قد يلعب دوراً كبيراً في التسبب بمجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاكتئاب الشديد. وذلك لأن الأمعاء تتواصل مع الدماغ عبر إشارة حيوية تسمى بالمحور الدماغي المعوي. في شغلات ما هلا، مثلا الشاي مثلا انا ما فيني ابدا اشربه بدون سكر ابدا، بحب اشربه مع سكر ومع، فبحاول اجيب براون شوجر، يعني بضل تشويس صحي اكثر. بس في شغلات هيك عن جد ما فينك تاكليها الا مثل ما هي، يعني حتى لو بتحب تعرفي انه هي بتضر، مره بتقطع يعني مو كل يوم، بس يعني هيك اذا الواحد اشتهى واجى على باله انه اتس اوكي. من المؤكد أننا سنظل في حيرة بين المذاق الشهي والفوائد الصحية، وما يزيد هذه الحيرة هو ما يصدر من دراسات تربط بين الغذاء وصحتنا النفسية. لذلك عندما تشعرون بالتوتر والاكتئاب بلا سبب محدد، ربما تسألون أنفسكم ماذا أكلنا؟ سيرينا غوكا، بي بي سي.